السلام عليكم. احنا جينا اليوم واحد المجموعه ديال المكفوفين، جينا يعني باش نضامنوا مع الاخ ديالنا مروان الشهب اللي هو كان جاي من مدينه وجده وجاي لمدينه مكناس، وطفل عليه واحد الكونترول ورماه من السرجم ديال التران. احنا هذاك الشيء علاش جينا نضامنوا مع هاد الاخ ديالنا مروان، وعيني داك الشيء علاش اقتحم من هاد لاكار هذا ديال رافافيل مدينه الرباط. معكم الاخ من الاخوان المكفوفين المعطلين اليوم هاد الوقفه هذه اللي هي ديال الاخ مروان الزهر، وتوفى يوم الاحد بالقطار، محطه القطار اللي هو جاي من وجده، جاي باش يلتحق بالدراسه ديالو باش يقرا، وصل لمدينه مكناس لحد الان جا عنده الكونترول، قالوا له غادي تنوض من باصك، نوضوا دفعوا الباب محلول، يعني دفعوا السيد مسكين طاح، ما عرف راسو فين، يعني ما عرف راسو فين تلاح مسكين السيد في البلاصه توفى. يعني احنا ما عرفناش هذه الحادثه هذه اللي هي جاتنا مفاجئه، وحنا سابقا توفوا لنا جوج ديال الاخوان في وزاره الاسره والتضامن. نتمنوا ان شاء الله الرساله ديالنا توصل لسيدنا الله ينصره والمسؤولين المعنيين بالامر، وهذا الكونترول هذا اللي دار لي هذه الخدمه هذه خصو يتخذ الاجراءات ديالو وناخذو بحقه، ياخذوا لنا حقنا. ها هي الكونترول يدفعوا، هو يدفعوا، يعني ما عندوش حق يتعامل مع هذا الكفيف هذا بهذا الاسلوب هذا، يعني خصو يتساعد معاه ويساعده، يعني صافي الصراحه شنو نقول لك، لا يعقل الانسان يتعامل مع المكفوف بهذه الطريقه هذه.